فطاير دي اي غاوية ولذيذة وبسيطة ومن صفر يوم اللاس. شوف الطريقة السهلة والبسيطة وعلينا وعليكم بالعافية. دي اي مفروم، معجون الثوم، معجون الزنجبيل، معجون المسالة الاخضر، فلفل اسود، ملح، وثوم مجروش، ونمكس. يا سلام، رشة طحين، وهذه عجينة الفطاير اللي سويناها. اللي ما شاف الطريقة يشوفها. ناخذ جزء بنفرد وبنلف، بنرجع نفرد وبنلف، بنرجع نفرد. ويب اي حاجة عندكم عشان تقطعوها قوالب متساوية، دوائر، مربعات، مثلثات. طبعا انا اللي حصلته قدامي يبدأ. نشيل العجين الزايد، ورق زبدة، ونصف العجين فيه. بعد ما جهز العجين عندنا بنيب الدياي المفروم ونبدأ نوزع. ولا تبخلوا في الحشوات يا جماعة الخير. نبدأ نوزعها، اهم شيء تخلوها ترتاح طشة قبل لا تدخلوها الفرن. بندخلها على حرارة 200 من فوق وتحت لمدة 20 دقيقة، وبنخليها فوق النص، وبنقول علينا وعليكم مليون ألف عافية. لا تنسونا من اللايك والاشتراك والأشياء الحلوة اللي تسووها. الله يحفظكم.